ودلوقتي يعني خلونا نروح للأخبار اللذيذة شوية اللي بتبقى برا مصر وبتبقى أخبار خفيفة علينا. وهنبدأ من فرنسا، وفي شاب فرنسي اسمه إلياس بيدور دايما على الاختلاف في مغامراته اللي بيعملها وبيقوم بيها. إلياس قدر ينط بلوح تزلج من أعلى جسر في فرنسا، الجسر ده اسمه ميو وبيعتبر واحد من أعلى الجسور في العالم. الشاب الفرنسي نفذ المغامرة ووثق أصدقائه اللحظة دي بالفيديو، وكانت مغامرة استثنائية وخطيرة بكل المقاييس. تقدر تنط من على جسر بسكيت بورد او بس هو في ناس بتلاقي متعه تحديدا وهي بتعرض حياتها للخطر، لكن انا كاحمد استحاله ان انا اعمل كده بصراحه. صعب قوي صح؟ يعني ما بحبش ان انا اعمل حاجه ممكن يكون فيها نوع من انواع الريسك شويه. طب خلينا نشوف كده الياس عمل ايه ونرجع نتكلم اكتر عنه. C'est bon, man. Quand tu veux. 3, 4, 8. Regarde. Okay. Comment tu as هو الياس مات تقريبا، وقع من البرج. ومن فرنسا خلونا نروح لبريطانيا. في اب اسمه جيمس سكودر قدر ان هو خلال فتره العزل اللي فرضها طبعا فيروس كورونا في العالم، قدر ان هو يحول عربيه لعبه اطفال بتاعت ابنه لعربيه حقيقيه صالحه للقياده على الطرق العامه، وده بعد ما مدها بالمعدات اللي صرف عليها فلوس كتيرة جدا. العربية دي بتحتوي على إطارات مقاس 10 بوصة وسرعة قصوى بتوصل ل 22 ميل في الساعة، ولما جه وحب يمشي بيها في الشوارع الشرطة وقفته وطلبت منه ان هو يقنن وضع العربية بشكل قانوني، وكمان طلبت منه بعض التعديلات على العربية. يعني اسالك انت عملتي ايه فتره العزل بقى في الكورونا؟ كلتي يعني اكيد. انت نفسك بقى اكلت تخنت نفسك في حاجه كده؟ لكن الحقيقه كلنا كنا بناكل في الحقيقه. انا كنت باكل، كنت بعمل اكل، كنت بجرب اطبخ، بس انا كمان لعبت رياضه. بس فكره ولعبت مزيكا على فكره، يعني جربت اعمل حاجه جديده. بس فكره العربيه دي اللي حولها. حاجة خرجتي حاجه للنور ولا بعرف اعزف للاسف؟ يعني نفسي اصدمك في حاجه بس بعرف. لا انا متحامل عليك شويه، هنشوف الكلام ده. ومن بريطانيا للمكسيك، وفي هناك تمساح طوله 15 قدم اقتحم ملعب للجولف وقعد يمشي بهدوء على العشب، بعد طبعا من غير ما يخاف من اي حاجه بتحصل حواليه. لحظه اقتحام اتصور فيها فيديو وظهر فيها اصوات الناس اللي كانت موجوده وهم مذعورين وبيهربوا، وفي مقطع فيديو تاني كان فيه صوت لراجل سايق عربيه جولف بيقول لصاحبه عاوزين نتحرك بعيد عنه، لازم نسبقه بسرعه. في الحقيقة نابليون بونابرت أينما وجد حدثت ضجة. المرة دي قبعة نابليون عملت ضجة كبيرة جدا على السوشيال ميديا، وده لأنها اتطرحت للبيع في مزاد بمناسبة مرور 200 سنة على وفاته. السعر المبدئي اللي اطرحت بيه القبعة وصل ل 600 ألف يورو. عملية البيع دي ما كانتش هي الأولى لقبعة نابليون، خصوصا إن في 19 قبعة من النوع ده أو من نفس النوع اتأكدت إثباتات صحة نسبها لنابليون بونابرت. وبيعتقد الخبراء أن القطعة اللي مطروحة في المزاد دلوقتي كانت على رأس الإمبراطور وقت إبرام معاهدات بين نابليون وقيصر روسيا. عاوزين يعني اللي احنا بنتكلم في 600 ألف يورو تقريبا، 600 ألف يورو يعني ما يعادل 12 مليون جنيه. لو معك 12 مليون جنيه هتدفعيهم في قبعة نابليون بونابرت؟ هديهم للفقراء المحتاجين، مش هدفعهم في قبعة أكيد. لا تعليق.